بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ازاي اقيس المسافات في برنامج الساب. احد القصور في البرنامج ان هو مفيش اوبشن ان هو مثلا تختار نقطتين ويجيب لك المسافة اللي بينهم، او مثلا تختار اريا ويجيب لك ابعادها، او فريم في الفريم لكن مثلا مسافة بين فريمين مش موجودة. فانا حبيت اطور امر ممكن يستخدم في خلال الساب عشان قادر قياس المسافات. الملف مرفق مع الفيديو، هتلاقي عندك ملف السيت اب عشان خاطر تنزل الامر، وفي عندنا برضو المانيوال في شرح الامر اشتغل ازاي وازاي تنزله، وبيجيب لك مثلا لو هو اريا هيجيب لك المساحه ازاي، يعني مثلا لو اريا كده هيجيب لك الابعاد بالنقطه دي للنقطه دي، او المنظر ده يجيب لك الابعاد بالنقطه دي لدي، وهكذا. لو عندك 2 فريم هيجيب لك المسافه بين الميد بوينتس، لو عندك طبعا نقطتين هيجيب لك مسافة بينهم وهتبان كأنها distance ودلتا اكس ودلتا واي ودلتا سي. ودي اول فيرجن وهتشتغل على ساب 2000 فيرجن 16. فانت اول حاجة بس تعمل دبل كليك على السيت اب وتنزله عادي زي اي برنامج، next I accept next، وبعد كده تقول له install، فهو كده الامر نزل عندك في البرنامج. بعد كده تشغل برنامج الساب عشان خاطر تدخله في البرنامج. هنيجي في برنامج الساب هتروح على قائمة تولز وتقول له اد شو بلجنز، ده عشان خاطر الأمر بتاعنا يظهر في البرنامج. فبيقول لك دخل بلجن نيم والمنيو تكست. فأنت لو بصيت في المانيوال هتلاقي الاسم بتاعه اللي هو الاسم ده، خده كوبي وارجع تاني هتحطه هنا. طبعا ده لازم يكون الاسم زي ما هو كده بالظبط، مينفعش يتغير. أما المنيو تكست ده الاسم اللي هيظهر في القائمة بتاع التولز يعني، فطبعا أي حاجة أنا ممكن هسميه مثلا distance واقول له اد. لو هو الامر نزل صح هيفوت هيديني رساله اوكي. لو قال لك نو فاونت حاول تشوف اتاكد ان هل انت فعلا عملت انستول للامر ولا لا، ولو مشكله فضلت موجوده ابعت له ان شاء الله نحاول نحلها. دلوقتي الامر نزل معاك فتقول له اوكي. لو رحت على قائمه تولز هتلاقي المره دي بقى امر distance موجود معانا هنا. لو شغلت الامر هيديك رساله بيقول لك ان هو ده بلاج ان، هل انت عاوز تشغله فعلا؟ قول له دونت شو اجين يس. بيقول لك عشان تشغل الامر ده لازم تختار يا اما وان اريا يا اما وان فريم يا اما نقطتين يا اما فريمين يا اما فريم وبوينت عشان خاطر يقيس لك المسافه اللي بينهم. هنشوف مع بعضنا الحالات المختلفه. لو مثلا اخترت اريا رحت على تولز ديستنس هيديك الديستنس والدلتا اكس والدلتا واي والدلتا زي، طبعا ديستنس اللي هي بين النقطه دي والنقطه دي. لو هو الشكل مش منتظم زي مثلا كده هيجيب لك النقطه اللي هي نقطه هنا والنقطه دي، فاختار كده و tools distance هيدي طبعا برضو المسافة. ده في حالة الاريا. لو طبعا اخترت فريم انت طبعا ممكن تدوس كليك يمين عليه وتروح على location هيجيب برضو المسافة، بس انت برضو ممكن تختاره و tools distance هيديك المسافة و delta x و y و z. لو اخترت نقطة ونقطة تانية يبقى انت كده عاوز المسافة اللي بينهم. لو اخترت نقطة وفريم يبقى انت كده عاوز مسافة من النقطة لحد الميد بوينت بتاعت الفريم، هيجيبها لك برضو. لو اخترت 2 فريم يبقى انت هتجيب مسافة من الميد بوينت الى الميد بوينت. اتمنى الامر ده يكون مفيد معاك وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.